علي شاب طلع من بيته إلى بيت أحد أصدقائه، بعد خروجه تم الاتصال بأهله حتى يخبروهم بأنه ابنكم مصاب وملقى في الشارع. طبعا أهله سارعوا حتى يروحون يشوفون شنو الموضوع، شافوه ملقى على الأرض وبآخر أنفاسه، ما حد نقله إلى المستشفى ولا أحد يعني تعاون في هذا الموضوع، طبعا خوفا من الأمور اللي نعرفها القانونية والعشائرية. تم نقله إلى المستشفى من قبل ذوي، لكن حالته كانت حرجة جدا ما أدى إلى وفاته. طبعا محمد رزاق مراسلنا من النجف مشكورا قام بلقاء مع هذه العائلة حتى يتحدثون عن اللي صار مع ابنهم، خلونا نشوف. شكرا لك زميلي مازن. نحن الآن في محافظة النجف وتحديدا في مدينة الكوفة، وحالة جنائية أخرى وضحية أخرى راح ضحيتها الشاب علي في هذه المدينة. سنلتقي بوالد علي العم أبو أحمد حتى نتعرف على تفاصيل هذه القضية وأيضا ننقل وجهة نظره ومناشدته حول هذا الموضوع. عظم الله لكم الأجر عم أبو أحمد والبقاء في حياتك، شنو اللي صار مع هذه القضية وكيف آلت الأمور ووصلت إلى هذا الحد؟ والله احنا بالنسبة لنا قاعدين ببيوتنا ما ندري، وعلي الله يرحمه كان يمي بالبيت، يعني لا عنده في الشيء لا عند طلابه لا عند عركة، فطلع راح يم أخوته قاعدين وولاد عمته قاعدين وولاد عمه قاعدين، فهاي الأثناء ظل يسولف وياهم وقعد يمهم وشنو قال لهم هذا ولد جاي علي خلنا راح أشوف شنو يريد من عندي. بعدين علي يعني مو تقول من هاي الناس اللي هذا إنسان مثقف إنسان خريج صاحب شهادة. قد عمره أمه الله يرحمه؟ عمره 30 سنة شاب يعني، بس هو متزوج عنده أطفال اثنين عنده عمل متمكن، ويا تقول ما عنده لو هذا صحيح. بعدين مثقف الكادر الرياضي كله يحبه، المجتمع الكوفي كله يحبه، ما عنده أي شائبة. شنو اللي صار عمي بعدها يعني؟ اللي صار أخذوا أخوه شوية خابروا أخوه واحد من أخوته قالوا له هذا أخوك هناك هات لي الحق عليه. فمن رحنا اجوا عليه اللي بيت رحنا على ابني دورنا يا اهل نسأله ما حد يدلينا. منو خابركم قال لكم كذا؟ خابرنا ولد من المنطقه من هناك. اي من رحنا احنا ما حد يقول لنا هذا هنا مصوب لو ميت هذا. والله بعدين اجى واحد قال هذا هناك واحد مصوب، جينا لقيناه باخر انفاسه بالشارع. هج شارع وذاب بيه فد مكان يعني اقصد مو مستشفى او مثلا لا على الشارع. شارع بالازقه مال حي الصدر الثالث. فاحنا اجينا لقيناه باخر انفاسه، انا عند السياره كانت حطيته بالسياره طلعت قبل بيه للمستشفى. بالمستشفى هو توفى بعد. بعدين من اجيت لقيت ثاني التليفون هاتفونات باذاناته التليفون مالته شغال، يعني لا بالمثل رايح يتعارك لا رايح شايل فد سلاح لا رايح فد يعني هو طلع ويا صديقه طلع ويا صديقه بصوره طبيعيه مسوي له فد يعني نريد نقول على فد شكل فخ كمين اي وصله بهذا الموضوع. يعرفهم ذولا يعرفهم هو يعرفهم بس هو ما له علاقه بهم، رايح على اكو ولا صديق هناك يروح عليه. هذول جائز متضايقين من عنده على الروحه مالته على الجايه مالته، يعني هو ما عنده لا عركه وياهم ولا اي شيء عنده وياهم. فهم هذول متصدين راسا متسلحين وعلى حسب الاصول. زين هذا اللي اجى يعني اجى واخذه شنو صديقه مثلا شنو علاقته بالموضوع؟ علاقته بهذولاك اللي قاتلين ابني احتمال هم دازي يجيبوا يوصلوا لهذا المكان. فبهذا المكان اول ما هذا شافهم اربع نفرات مدري 10 نفرات بيهم، يعني حسب ما يقولون اكثر من 10 نفرات. بس من يقول يعني انت مثلا شهود عيان؟ اي لا المنطقه كلها تقول. وبعدين الكاميرات ماتت سحبن شافوهم شيء بالماطورات فمترص صديله جابوه، اول ما جابوه ظل يحكي وياهم شنو راجعين طلقه ظهره بدون سابق انذزل. ما عنده عداوه عمي مثلا يعني لاي سبب؟ هو ما عنده عداوه اي واحد، هو ما له شغل، انسان مسالم يعني مو تقول هذا انسان شرير لو انسان طالع من الطريق، لا انسان مثقف وفاهم الحياه ومتزوج عنده اطفال ثلاثه تقريبا. زين مطلوب فلوس مثلا عداوه؟ مطلوب فلوس ما يعني هو يطلب.
صحنا هو بالنسبه للفلوس هو يطلب فلوس زين، بس هم هذول يعني جزء يعني يطلب فلوس خاف مثلا ديانه ما اعرف شو تفسيرك للموضوع. فلوس احتمال يبغضهم يكونون احسن من عندهم. ايه هو على هذا سبب احنا جينا لقينا عنا باخر انفاس. زين عمي اسال القضايا الامنيه يعني مثلا صار يعني تحقيقات اكيد صارت تحقيقات صار القاء قبض على اشخاص مثلا مشتبه بهم، مناشدتكم شنو؟ مناشدتنا احنا نسال من القوات الامنيه والحكومه يعني لحد الان ما عنا كل شيء ما فهمنا عن ابننا مقتول وميت كل شيء ما فهمنا من عنده. القوات الامنيه اللي حضرت بساعه الوقت احنا بنشكرهم على جهودهم الطيب. اي فاطراف كانوا موجودين اربعه، اثنين اخوه المدعين من العيسى واثنين مجهولين يعني الاسم بدون عناوين يعني القاب مثل ما تقول. اي فمنفذين هاي العمليه القتل وذابينا مكان ونقلينا على مكان. احنا قضيه لا تقول حاضرين بها يعني احنا راي الموجود المنطقه اللي هي سولفت عنا وقالت هيك الحادث. فاحنا عشائر فما نعكس نسوي امور لان هاي مدينه الكوفه مقدسه، ما يدي نسوي ضجه وامور زايد ناقص. وبالنسبه اولاد عمنا واخوتنا لحد الان مسيطرين على الوضع، اري ضبط النفس متجاه الطرف الاخر. ايه لاحترام والمدينه المقدسه ومدينه الكوفه وعشائر الكوفه. بس احنا نتمنى من عشائرنا الموجوده بالكوفه مثل ما ذكرت هالاسماء يتحركون على هذا الموضوع، والقوات الامنيه يتحركون بجد ليس يصير تاثيرات ضغوطات من جانب وجانب.